اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم غنناقش معكم موضوع ازمه النقل اللي كتعيشها مدينه الدار البيضاء، خاصه في بدايه الاسبوع اوقات الذروه كيكون مشكل ومشكل كبير. اليوم غنحاولوا اننا نناقش معكم هذا الموضوع هذا. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله التيسير لنا ولكم هذا الصباح هذا، هذا نهار جديد وأمنا في الله كيجيد بداية أسبوع موفقة لنا ولكم ولكافة المسلمين يا رب. مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة. فكيف ما شفتم اليوم تناقش معكم موضوع أزمة النقل لمدينة الدار البيضاء، هذه الأزمة الخانقة اللي كيتخبط فيها المواطن المغربي البسيط اللي ما عندوش وسائل النقل كيستعمل وسائل النقل عمومية. كيلقى راسو كل صباح مضطر على أنه يتسنى ساعات طوال أمام محطات وسائل النقل العمومية باش يقدر يلقى الطاكسي أو لوبيس يمشي به لخدمته لأغراضه لبزاف ديال الأمور. رأيكم شنو الحل؟ وكيفاش نقدروا نتخطاو هذه الازمه هذه؟ مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وصباحكم مبروك. اذا مشاهدينا الكرام اليوم كنناقش معكم موضوع أزمة النقل بمدينة الدار البيضاء، واحدة من أكبر أهم الأزمات اللي بنا كتخبط فيها المواطن المغربي البسيط اللي مضطر لأنه يستعمل وسائل النقل العمومية باش يقضي بها المصالح والأغراض ديالو. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، أنا هنا باش نتفاعل معاها. بغيتكم تكومونتي على الناس اللي كيشوفوني دابا في اللايف، سير ديك الكومونتيغ باش كنتفاعلوا معاهم ونقراوهم ونعرفوا وجهة النظر ديالكم، واش حتى نتوما كتعانيو من هذا المشكل، واش حتى نتوما كتخبطوا في أزمة النقل اللي كاينة كل صباح. ومرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم. أصبحنا على طاعة الرحمن، أصبحنا على حب الله ورسول الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم. يا مشاهدينا الكرام كنناقش معكم موضوع وظاهرة تخص أزمة النقل اللي كنعيشوها كل صباح. يانيس تحياتي لخويا يانيس، ميسك زوينة ما شاء الله، الله يحفظك يا ربي. مروان مرحبا بك، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر التواصلي. فكل صباح كيكون عندنا موضوع او ظاهره كنناقشوها كتبادو فيها كناخذو فيها وجهات النظر. اليوم ناقشنا موضوع او ظاهره تخص ازمه النقل اللي كتعيشها مدينه الدار البيضاء. سعد حسين امين تحياتي ليك. الموضوع ديالنا انس عنده علاقه بازمه النقل اللي كنعيشو كل صباح في مدينه الدار البيضاء، هذا هو الموضوع اللي كنا كنناقشوه في هذا البث المباشر. ومرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، انا هنا باش نتفاعل معها كيف ما قلنا كومونتير باغ كومونتير. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، نتمنى نكونوا تناقشنا بدنا اراء، نتلاقاو في الخير مشاهدينا الكرام. السلام عليكم، نتلاقاو يا رب دائما في الخير لنا ولكم. شكرا اسماعيل الجناتي تحياتي لك خويا اسماعيل الجناتي، مرحبا بك. يا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده، نتلاقاو في الخير، السلام عليكم.